مساكم الله بخير، الله يخلص وياكم. طبعا احنا من طرابزون رايحين على مول ريزا. طبعا رحنا على محل علي بابا باستقبال هذا الشيء. شرينا قبل شوي من محل علي بابا، احنا رايحين حق مول ريزا. هذا هو المجمع من داخل. هذا المجمع في ريزا، طبعا احط لكم الموقع بالوصف ان شاء الله. في اغلب الماركات موجوده فيه. هذا الدور الارضي، هذا الاول، هذا الثالث، الرابع، اربع ادوار مع السرداب. تحت السرداب ما في شيء، تصعدون فوق عشان تشوفون المجمع كامل كذي. هذا عثمان بي، مسلسل عثمان. صعدنا الدور الأخير، هذا الدور الأخير. مثل ما تشوفون كله مطاعم، الدور الرابع كله مطاعم فيه. هذه مكتبة بعد داخل محل العطور، عندهم كل انواع العطور واسعارها غير ممتازه. حتى اني بعطيكم معلومه شنو هي، اسعارها مثل ما هي، يعني العمله ما طاحت، الاسعار مثل ما هي، يعني ما زادوها ولا شيء. حتى لو تحسبونها بعملتكم نفس الشيء، ترى ما زادوها ولا شيء، ترى هلا حطتها نفس الشيء. هاكم شم الريحة يا اخوان يوسف ترافلر، استنشقوا. هذه ريحتها حلوة، هذه حيل حلوة، هذه عجبتني. هذا محل مافي، أنا الحين داخل المجمع، مجمع وايد عجبني، كل شيء فيه. هذا المطعم في ريزا نقعد فيه، هي بعد لاحظت شغلة، أنا المطاعم اللي في ريزا ارخص من طرابزن. يعني شوف مثلا، شوف الاسعار ما 60 ليره ارخص من طرابزن. حتى كل شيء بعد موجود عندهم. شوفوا هذه مثلا كفته بالعيش، نفس الشيء، هذه ب 70 ليره، هذه صمونه ب 80. هذا حق اللي يحبون المعكرونه مع الدياي. هذه يسمونه ال يسمونه اي كرفسي، اتوقع اذا قلتها صح. هي في العاب حق اليهال الدور الثالث، فيها محلات وايد. الحين اغلب، انا لاحظت اول ما جيت لاحظت في وايد خصومات، ما ادري هي عروض الصيف او مناسبة افتتاح المجمع، ما ادري والله، لكن في وايد عروض لاحظت.
هذا بعد المحل السويد.